الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا السنة حجة، السنة حجة. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، ولا نعلم من خالف فيه إلا وهو معدود من أهل البدع كالخوارج أو الرافضة الذين لا يحتجون بأجزاء من السنة، بل من أنكر كون السنة مصدرا من مصادر التشريع جملة وتفصيلا فهو مرتد كافر. لكن من أنكر الأحاد، أنكر كذا، أنكر أحاديث فلان، فإنكاره جزئي لا كلي، فهذا مبتدع ولكن لا يكفر. ما الدليل على أن السنة حجة؟ قول النبي، قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله عز وجل في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأدلة من السنة على ذلك قد بلغت مبلغ التواتر، ولله الحمد والمنة. فالطائفة الفاسدة الكافرة التي نشأت لنا في هذا الزمان وقبله ممن يسمون بالقرآنيين، وهم قوم لا يحتجون في الشريعة إلا بما في القرآن فقط، هؤلاء كفار، لأنهم ينكرون أن أصل السنة حجة. وهناك كتاب جميل، زوابع في وجه السنة، اقرأوه، لأنه رد على جميع الشبه التي يتفوه بها هؤلاء ممن لا خلاق له في أن السنة ليست بحجة.